هو واش مبروك للجميع اولا وقبل كل شيء كنشكر يعني الناس يعني الهيئه يعني هذا الملتقى الاول اللي كنتمنى يا اخوان الله يجزاكم بخير كما احترمناكم في الانصاف احترموا الله يجزاكم بخير كل واحد شويه ديال تبادل الاحترامات ميكرو الله يجزاكم بخير احترام السكون بيننا جميعا انا كنتمنى ان شاء الله دلوا غير الخشب اقول لان قد ما نقولوا عندنا راه يبدا الغوات كذا نتصدعوا ما تسكتوش كاع انا نبقى نهضروا 48 ساعه ولكن انا شتي حوايج لا ترضيني انا اقول يعني بكلمه الحق وحتى نوصل بكلمه الحقيقه انا كنتمنى ان شاء الله باش هاد الاخوان يتعاونوا باش يكون هاد اللقاء هذا يكون ناجح 1000% 1000% ماشي 100% علاش لان غادي يفتح افاق قادمة الجهة اما باش غادي نولوا هنا مضاربه شويه كانت غتكون البنيه غنخرجوا حتى حاجه ما كاينه خويا الفاض لان كنرجع لواحد المساله اللي قال السيد الرئيس مشكور هو السن تحته يعني فين كاين يعني اللوب ديال المرض لان انا خديت هذه المساله كاع علاش انا هو تحته علينا المسائل السلبيه اذا الاخوه الحضور اعلاميين مهنيين صحابه الى اخره يعني كلكم مشكورين فلهذا الا بغيت تعاونوا الجهه في اطار ما يسمى بالجهه المتقدمه فسيكون يعني التفاعل ايجابي وبدون مجاملات بدون يعني طالما انا مستشفى انا الخمس ولا اللمس وكذا هذا لا يليق لان الصحافه هي المراه الحقيقيه لما نشاهد على ارضيه الواقع جهويا او محليا او دوليا الى غير ذلك فلهذا باش ما نكثرش بزاف الله يجزيكم بخير انا كنتقدم الاعتذار ديالي على هذا لان انا ما رضيتش يعني كاهل الاحتلال كان ممكن نقول المعبر ديال الالبان المغربيه انه فخير واحد الفتره الله يجزيك بخير مشينا ناقشوا المشاريع تبعك ما نضرش في الميدان لا ماشي مشاريع اسمح لي الله يجزيك بخير الوقت الكريمه انا هنا حر باش نقول اللي بغيت اسمح لي شوف الله يخليك انا راه ما نحاس الكفاح شوف الله يرضي عليك
الرئيس ما عندوش حق هذا، ما عندوش الرئيس هذا كيقول هو مستشار.